صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الصيف من حرها وأشد ما تجدون في الشتاء من بردها. فعلى هذا نعلم أن الذي يأتي بالبرد هو الله، فنسأله أن يخفف عنا البرد المضر هذا. ومن التوابع لذلك أن شخصا ما إذا أراد أن يتوضأ أو يغتسل من جنابة وليس عنده ماء يوائمه، الماء شديد البرد وقد يهلك. فعندنا حينئذ نصوص تحملنا على الفتية بالتيمم. قال ربنا سبحانه ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. الآيات قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فيشرع للجنب الذي يريد الصلاة ولا يجد ماء أو وجد ماء لكن يضر به يشرع له أن يتيمم، يشرع له أن يتيمم لعموم قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقد ورد شيء من ذلك عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أجنبت فتيممت وذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، لكن في سندي ضعف وحديث رجل آخر أفته الصحابة بالاغتسال في البرد الشديد فاغتسل فمات، فقال قتلوه قتلهم الله، ألم يسألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. لكن سنده أيضا فيه مقال إلا أن المؤدى واحد، فإذا كان البرد شديدا وليس عندك ماء تسخنه أو تدفئه وستضار بالبرد فلك أن تتيمم والله أعلم.